جهود أمريكية حثيثة لدفع إسرائيل إلى إعادة النظر في عملياتها العسكرية المحتملة في رفح. هذا ما كشف عنه تقرير لموقع إكسيوس الأمريكي نقلاً عن مسؤولين أمريكيين. التقرير يشير إلى أن واشنطن تقترح على إسرائيل بدائل عن الهجوم البري المحتمل على رفح جنوب قطاع غزة، حيث يوجد أكثر من 1,000,000 نازح فلسطيني. فما هي هذه البدائل؟ الموقع ينقل عن المسؤولين الأمريكيين أن أحد البدائل المطروحة هو تأجيل العملية العسكرية في رفح والتركيز على استقرار الوضع الإنساني في شمال غزة المهدد بالمجاعة، وبناء ملاجئ للمدنيين الذين سيتم إجلاؤهم من رفح لتفادي وقوع المزيد من الخسائر البشرية في أي هجوم محتمل. أما الفكرة الثانية التي تقترحها واشنطن فهي أن تركز إسرائيل على خطة مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر تقوم على تأمين الجانب المصري من الحدود مع غزة في مرحلة أولى من خلال تدمير الأنفاق الموجودة تحت الحدود وإنشاء بنية تحتية لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة. وكشف المسؤولون أن بايدن طلب عقد اجتماع مع وفد من مسؤولين إسرائيليين رافعي المستوى الأسبوع المقبل في محاولة لتجنب أي صدام بين الولايات المتحدة وإسرائيل ورسم خطوط حمراء للعملية الإسرائيلية المحتملة في رفح بهدف حماية المدنيين في غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية إليها من مصر، هذا بالإضافة إلى تفادي تعرض إسرائيل إلى عزلة دولية والضرر بمعاهدة السلام الإسرائيلية المصرية. فهل يوافق نتنياهو الذي يصر على تنفيذ عملية عسكرية في رفح للقضاء على حماس على حد قوله؟ هل يوافق على بدائل بايدن وإدارته؟